مرة أخرى المحكمة العليا أمام أنظار مجلس النواب الليبي، خطوة أداء رئيس المحكمة الجديد المكلف من قبل البرلمان اليمين القانونية لم تكن مفاجئة وفق متابعين. فوسط هذه الأزمة السياسية العاصفة يبرز خلاف بشأن تفسير اتخاذ إجراءات استثنائية كهذه، لكن الجهة التي كان من المفترض أن يكون لها القول الفصل في مثل هذه الخلافات تظل غائبة. هي الجهة التي تعين نعم البرلمان، ولكن بحفاظة على مبدأ فصل السلطات يتم ذلك بالتشاور مع المحكمة العليا الموجودة. هي من تطلب هذا الأمر، هي من تطلب تعيين مستشارين، لأن في تراتبية وفي هرمية معينة في القضاء. وسواء ألقي اللوم على النواب أو الأطراف المناوئة له، يتفق المحللون من الجانبين على أن المحكمة العليا لن تغير في الواقع السياسي، لكن قد تعمل على تفاقم الصراع من جديد على أقل تقدير. تمثل أزمة تعيين رئيس جديد للمحكمة العليا في ليبيا أحدث حلقات التوتر المستمر بين الأطراف السياسية على خلفية تفعيل الدائرة الدستورية، ما سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراعات بانتظار التوصل إلى حل لا يبدو متاحا في ظل الظروف الراهنة. الخلافات بشأن المحكمة العليا قد لا تتوقف عند حد إعادة تفعيل الدائرة الدستورية المغلقة منذ 7 سنوات للفصل في القضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، وما تبعها من تعديلات برلمانية على قانون مجلس القضاء الأعلى، وتعيين مستشارين جدد في المحكمة العليا، والمطالبة بنقل مقرها من العاصمة طرابلس إلى مدينة البيضة شرق البلاد. الآن احنا في مرحلة انهيار الدولة، هي انفلتت المؤسسات ولكن موجودة كإجراءات أو إداريا قانونيا، ولكن حاليا احنا بدأنا نسقط حتى في القانون نفسه. ولا تزال الأزمة السياسية في ليبيا تراوح مكانها، خصوصا بعد مؤجلة. عبد الناصر خالد، العربي، طرابلس.